أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. من توا الماضي ساعة ونص باش نحكيو برشا حاجات، باش نحكيو على دخول الدستور اليوم من بعد نص الليل حيز التنفيذ، باش نحكيو زادة على القانون الانتخابي اللي من المنتظر يصدر بعد دخول الدستور حيز التنفيذ، باش نحكيو على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس قيس سعيد لزيارة واشنطن، شنية الرسائل اللي توجهها، شنية الرد قيس سعيد في الموضوع هذا، باش نحكيو على موقف تنسيقية الهياكل القضائية بخصوص بلاغ وزارة العدل البارح. في الجزء الأخير من البرنامج اليوم باش يكون ضيفي عميد المحامين إبراهيم بودربيلة، باش يرافقني اليوم كل من وليد مهدي المناعي، عفوا مهدي المناعي وسوفيان بن حميدة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. نبدأ من المنتظر اليوم، كما تعرفوا ناس الكل، أنه تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء على دستور 2022، وبالتالي اليوم نص الليل من المنتظر يدخل الدستور حيز التنفيذ. كما نعرفوا أنه الساحة السياسية فيها مؤيدين ومعارضين، اليوم بعد دخول الدستور مهدي حيز النفاذ، هل بشراهن الأحزاب على الدستور هذا، هل بش يهدأ نوعا ما وبش يخلق نوع من الاستقرار السياسي، خاصة أنه بعده جاي القانون الانتخابي؟ تفضل. بالنسبة لموضوع الدستور، معناها هي مسألة محسومة منذ من نهار الاستفتاء بالنسبة للأطراف، لكن فما أطراف سياسية معينة مش معناه مش مربوطه بانه هالدستور هذا يدخل في حيز التنفيذ او غيره، فما ناس رافضه المسار برمته اللي هما جبهه الخلاص والاطراف السياسيه اللي نعرفوه. يعني دخول دستور حيز التنفيذ من عدمه ما لا يغير شيئا بالنسبه لهم، هما رافضين المسار وتبعات المسار والعمليه الانتخابيه والاستفتاء برمته. فالوضع انا ما نتصورش انه فما تغيير على المستوى السياسي، لكن على مستوى الدولة فما تغيير كبير باش يصير، أنه توا باش ندخلوا في مسار سياسي على مستوى الدولة، نحكي على الأقل جديد، دستور جديد يضع معناها يحط معناها نواميس عمل الدولة بأسلوب جديد. اليوم توا تونس دخلنا في نظام رئاسي يعطي صلاحية رئيس الجمهورية، نواميس عمل يعني باش تتغير الدبلوماسية، التحركات الداخلية والخارجية، داخل الدولة توا باش يتغير، باش تغيروا الميكانيزم العمل داخل الدولة. ما نتحدثش على الأطراف السياسية المعارضة للمسار، لأنه ما يتغير حتى شيء بالنسبة لهم، ومازالوا باش يبقاو معارضين. يمكن شوية توا نستناو القانون الانتخابي باش نفهموا معناها ينجم يعدل نوعا ما القانون الانتخابي. والله ما نعتقدش انه، لانه من القانون الانتخابي باش يكون معناها يتابع الى مسار كامل، معناها ماهوش معناها نعملنا دستور جديد ثم نعملوا قانون انتخابي عاود يرجع منظومة ما قبل 25، اكيد باش نواصلوا في نفس نسق اللي بدينا به من 25 جويلية 2021. الاكيد انه اليوم توا العمل على مستوى الحكومة والعمل على مستوى الادارة العمومية والادارة العميقة وغيره سيتغير بمقتضى الدستور الجديد. أنا نعتبر وأنه اليوم منذ دخول دستور جديد حيز التنفيذ يبدأ عملية المراقبة والمحاسبة لعمل رئيس الجمهورية، لأنه قبل كان فما ظرف استثنائي، معناها حتى القرارات ما تنجمش تبنيها لأنه ما عندهاش، فما اختلاف كبير بين عديد الأطراف حول شرعية القرارات والمراسيم وغيره. اليوم ما عادش متحدثوا على الشرعية هذه، اليوم شرعية ولات واضحة معناها أكيدة وثابتة. توا المنهجية العمل والتحرك بالنسبة للدولة وسلطة معناها رأس السلطة اللي هو رئيس الجمهورية والحكومة، اليوم يبدا الحساب بالنسبة للشعب التونسي، معناها نحسبوا رئيس الجمهورية من تاريخ اليوم، لأنه هو شنو هو المسار كله، أنه شنو هي تغيير نظام كامل كان موجود تلت عشرية. النظام هذايا معناها أهم لبنات الدستور اللي تبنى عليه النظام هذايا أثبت فشله، وخلى الدولة أنها عاكشة ما تنجمش تتحرك، ما عندهاش معناها آليات، ما نلقاوش آليات فض النزاعات السياسية والاقتصادية وغيره، وخلق حكومات ضعيفة مرتهنة للأحزاب ولموافقة الأحزاب وغيره، وكل قرار كان لازم باش تاخذوا أي حكومة لازم تشاور عليه عديد المنظمات والأحزاب. اليوم تحسمت المسألة هذه، اليوم دخلنا في الدستور يعطينا شكون نحاسبه، اليوم ولينا نعرفوا شكون يحكم، راهو لازم ما نساوش حاجة، راهو تلت عشر سنوات اللي تكلموا يقول لك ما حكمناش، ورانا شركاء في الحكم، وصلنا حتى أنه كان ذكروا تلاف كرام سيف مخلوف الرجل صوت على الحكومة وقال لك لا احنا في المعارضة وقت. يعني اليوم على القليلة بمقتضى الدستور الجديد هذه، اليوم ولينا نعرفوا شكون يحكم وشكون نحاسبه. من تاريخ اليوم نجموا توا نبداو نعملوا عمليه مراقبه للاداء نتاع السلطه ورئيس الجمهوريه وغيره وغيره. شكرا لك مهدي. سفيان، هو من ناحيه شكليه
معناها اليوم يدخل الدستور عايز تنفيذ، لكن فما مشكلة لأنه فما طعن في الاستئناف في نتائج الاستفتاء. لكن المحكمة الإدارية قبيلة شوية رفضته دونك داكور يدخل حيز، لكن الدستور في حد ذاته ينجمش يحل المشكلة، لأنه يلزم نعرف احنا المشكلة وين، هل هي مشكلة في الدستور وإلا في علاقة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بين بعضهم، وإلا في نظام اللي الموجودين على الساحة اليوم الكل هما طرف فيه في السابق، موجود معناها ما استوردناهمش ولا ليه موجودين. قيس سعيد موجود من 2019، النهضة من 2011، العباد الكل موجودين، حتى المعارضات الأخرى كانت موجودة. دونك الدستور واضح جدا أنه تعمل ليس بطريقة وفاقية، سيت ان باساج اون فورس. اللي ربحوا قيس سعيد، ربحوا بالصندوق باللي فيه يتالش، لكن بعد الدستور اليوم نحكيه على قانون انتخابي المفروض مثالش يعني القانون الانتخابي. القانون الانتخابي كما اي قانون انتخابي في العالم يعملوه العباد اللي تحكم، اللي هي نافذة، وبطبيعة الحال هو باش يكون معبر على نظرتها للوضع السياسي المستقبلي، ويخضع لموازين قوى. أور موازين القوى اليوم مختلة اختلالا شديدا لصالح قيس سعيد، إذا ما ننتظروش من قانون انتخابي باش يجي ينعطي أي فرصة لمعارضي توجه قيس سعيد باش أنهم يكونوا موجودين، صف أكسيدان نقول أنا. لكن حتى القانون الانتخابي إن ما هوش هذاك المهم، لأنه القانون الانتخابي باش ننتخبوا به مجلس نواب ومجلس أقاليم، اللي في الحقيقة الدستور ما يعطيهم صلاحيات كبيرة، بل بالعكس يجعلهم دي شامبر دو ريزونانس أكثر منهم أي شيء آخر. رجعونا تقريبا إلى فترة مجلس النواب قبل الثورة. المشكل الأساسي هو أنه بدخول هذا الدستور حيز التنفيذ ما عادش نجم نحكيه على حالة استثنائية. دونك مش نحاسبه بعضنا، مش نحاسبه بعضنا في شنوة، مش في الجنب السياسي، الجنب السياسي تخسر أن كل يد شد تختها وما وزن، لا لا، فما الجانب الاجتماعي والاقتصادي. في الجانب الاجتماعي والاقتصادي انطلقت البارح سفيان المفاوضات بين الاتحاد وبين صارت جلسة، مايش مفاوضات، صارت جلسة، جلسة نهار السبت. لكن الامين العام للاتحاد العام التونسي الشغل رئيس الحكومة قال أنه راهو الجلسات هذية راي ما فيهاش تغيير للعقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ذاك هو الموجود بيناتنا، وتو نشوفوا. لكن أهم حتى من هذه اللقاءات مع بين الأطراف الاجتماعية اللي نذكروا أنه احتاجت إلى أربيتراج، إلى تدخل، إلى وساطة من منظمة العمل الدولية المرة هذه. دونك يدير قديش صعيبة كانت العملية متاع إعادة ربط القنوات. لكن أكثر من ذلك، أهم من ذلك، هو ماذا سيجري في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهل نعتبرها فعلا مفاوضات ولا فرض تعتبرها معناها انحناء لإرادة صندوق النقد الدولي. نرجع للموضوع ذي معايا بالهاتف سفيان الأستاذ القانون رابح الخرايفي. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بك وشكرا من قبل كل الباحث القانوني كما تعلمين. نعم أستاذ ربح، نحب نحكي اليوم على دخول الدستور حيز التنفيذ اليوم بعد نص الليل. كيفاش شنو تصورك للقانون الانتخابي اللي من المفروض يتعمل في الجمعات الجاية بما أنه يعني عنا استحقاقات انتخابية قادمة في ديسمبر؟ ويظل اليوم بتصريح المحكمة بأن انتهاء الطاعون الآن يمكن تقصير الهيئة المستقلة للانتخابات أن تقصر الأجال وتعلن على أنه استيفاء جميع إجراءات الطاعون ويحال هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية الذي سينشره في الغايد رسمي ويصبح بالتالي الدستور نافذ وتكون أهم حلقة من الحلقات الاستثناء قد انتهينا منها وهو بتركيز الدستور في انتظار الانتخابات التشريعية وهذا الجزء الثاني من سؤالك. بالنسبة للقانون الانتخابي أعتقد أنه الآن نتحدث على مرسوم انتخابي وليس قانون لأنه القانون هو صفة يتخذها عندما يتخذه مجلس النواب الشعب بطبيعة الحال سنتحدث على مرسوم الذي سينقح أو بالأحرى سيكون هو بديل وماهوش باش يكون تنقيح باش يدخل تنقيح على القانون 26/2014 وإنما سيكون في تقديري وحسب بعض المعلومات اللي هو سيكون قانون بديل ويعوض قانون الاستفتاء والانتخابات 2014. أهم التنقيحات ربما كان عندك فكرة. لا هو تصور السؤال إذا كان نتحدث على تنقيحات أنه سيتم الحفاظ على القانون وإدخال وتنقيح بعض الفصول. نعم. هي الفرضية الأولى. أما الفرضية الثانية وهي أن يكون هناك نص مستقل برمته يعوض قانون 2014. نحن ما زلنا زوج فرضيات لكن الفرضية الأقرب والأكثر والأرجح أنه سيكون قانون يعوض القانون مرسوم يعوض القانون 2014. هنا الاثنين في الحالتين هم يشتركوا في سؤالك ما هي أهم المسائل التي سيتناولها القانون الجديد أو المرسوم الجديد؟ نعم. أعتقد أنه هو سيغير في الدوائر الانتخابية أو أعتقد أنه سوف لن تبقى الدوائر الانتخابية هي الولاية كما هو موجود الآن ممكن أن تتغير إلى المعتمدية وفق التوازن إذا كان مشينا في الانتخاب على الأفراد. نعم. فستتغير الدائرة الانتخابية من الولاية إلى المعتمدية ولا أعتقد أن تكون البلدية ولا أعتقد أن ستكون الولاية ممكن الولاية تبقى في كما هي كقاعدة للانتخاب مجلس الأقاليم. سي ربح معك مهدي المناعي عنده سؤال لو تسمح تفضل مهدي. تفضل سي مهدي. سحوالك أستاذ لبيس. اهلا سي مهدي مرحبا. انا حبيت نسال فقط معناها خاطر تو انت هكا بديت دخلت في المساله لانه الانتخاب على مستوى مجلس النواب ماهوش هو نفسه الانتخاب على مستوى الاقاليم والجهات يعني نعتقد انت تعتقد انه باش يكون فما نظام انتخابي خاص بكل غرفه من الغرف التشريعيه معناها او انه باش يكون هو نفس النظام المعتمد في مجلس الاقاليم والجهات والمجلس النواب معناها؟ لا اعتقد انه هو باش يكون نظام انتخابي واحد لكن ممكن مع تفريق ما تمييز ما بين الغرفتين لأنه الانتخابات الغرفة المجالس الأقاليم والجهويات هو انتخاب تقريبا غير مباشر ويمكن المجلس والجهات ستكون القاعدة أو هو الجهة والجهة بعد القانون مش عارفين ما هي مفهوم الجهة والولاية والأقليم إذن هناك تغيير كامل في المفهوم الإداري أصلا حتى في القانون الإداري ستصبح مفاهيم جديدة ولو أنه مش غريبة عن هذا المفهوم لأن الدستور 2014 أتى بنفس هذه المفاهيم لكن على مستوى القوانين بقت الإدارية بقت القوانين القديمة هي أن السؤال آخر أستاذ بالله الفرد المرة باش تكون إجابة القانون تاع نظام الانتخاب جديد فماش فيه آليات تضمن عدم عودة منظومة معينة أو أشخاص مثلا معروف عليهم الفساد أو غيره؟ نعم هذا 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 الجزء الثاني من المسألة فيما يخص تشديد الشروط الغرض منه هو تجديد النخبة السياسية والنخبة هناك عدد كبير من الوجوه السياسية القديمة اللي هي محل تتبعات الآن سوف تقصى بشرط الإدلاء ببطاقة عدد ثلاثة التي تفيد أنه ليس هناك تتبعات جزائية ضد أي شخص وليس ضده أحكام ولأنها التتبعات الجزائية هي كافية وحدها لإقصائهم بموجب القانون وهذا ينبغي أن يكون هناك شرط لكن
سؤالك ربما هل أنه سيتم هناك قانون كما عرفناه في 57 وفي سنة 2011 هو استثناء أحزاب سياسية بصفة بأسمائها؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنه سيتم هناك هذا القانون، وإنما سيتم وضع شروط صارمة وشديدة اللي هي تقصي العديد الرموز السياسية القديمة التي حكمت منذ 2011. يعطيك الصحة أستاذ القانون ربح الخرايفي، كنت معنا بالهاتف. نمشي والفاصل ونرجع. رجعت راجعين تسمعوا في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص. نمشي للجزء الثاني من الساعة الأولى اللي باش نتحدثوا فيه على الولايات المتحدة الأمريكية والدعوة اللي جات الرئيس الجمهورية لكن قبلها سفيان عنده تعقيب على كلام أستاذ القانون اللي كان معنا بالهاتف قبيلة شوية ربح الخرايفي. تفضل سفيان. لا توا الأستاذ ربح الخرايفي قال ملامح العامة للقانون الانتخابي المقبل، وهذا ما يتم تداوله عنده مدة في الحقيقة. لكن فما نقطة أساسية، اليوم احنا رانا نعيش في تعددية سياسية، عندنا اكثر من 240 حزب، فيهم اللي ما عنده وجود سوري، فيهم اللي عنده وجود حقيقي، وفيهم اللي في المعارضة، وفيهم من في المساندة. القانون الانتخابي هذا لو أنه يعتمد نظام التصويت، نظام الاقتراع على الأشخاص في دورتين وكذا، شنية المكانة اللي بش يعطيها للأحزاب السياسية؟ احنا نعرفوا أنه سياسيا قيس سعيد ما يراش أنه الأحزاب السياسية عندها دور في المستقبل، يعني لك هذا النظرة على الأقل، هذه النظرة اللي عبر عليها قيس سعيد والعباد المتفقين معه. لكن عمليا هل يذهبوا إلى إلغاء الأحزاب بموجب القانون الانتخابي، أم أنه الأحزاب باش تبقى؟ لأنه احنا شفنا في اللي مود سكوريتان ومينو اللي موجودين في الخارج، راو الأحزاب ما تنفتش، بالعكس التصويت على أشخاص، لكن أشخاص مساندينهم أحزابهم بالآليات بالأورغانيزاسيون متاع أحزابهم. دونك هذا السؤال اللي مازال ماهوش واضح اليوم، مش تعرفوا عليه منا الى ان يصدر في دقيقه نجيب. بالعكس راه انا مارست العمل الانتخابي على المستوى حتى العمل السياسي حتى المستوى العزيب، صدقني طريقه الاقتراع على الافراد رايته سهل على الاحزاب العمل والتحرك. علاش؟ لانه برشا احزاب، وتذكر قائمه النداء في 2014 والمعناها الانشقاقات اللي صارت وقتها، لانه قائمات النظام الانتخابي اللي كنا نعتمدوه انه معناها بخلاف رئيس القائمه او الثاني او الثالث في اقصى الحالات، الباقي الكل عباره مش التكميلي للصوره نتاع القائمه الانتخابيه. المره هذه بالعكس سيعطي حظوظ لكل شخص مترشح انه يمارس، معناها خاطر ماشي كيما تولي على المستوى الولايه في كل معتمديه والشخص المعروف ولا، بالعكس بالنسبه للاحزاب يمكن تدعم الاشخاص نتاعها المنخضوين تحت معناها المنخرطين في حزبها والمترشحين، ويسهل عليهم حتى عمليه فرز الاشخاص والاسماء اللي باش تنجم ترشح. معناها ما نعتقدش ان النظام الانتخابي هذا سيقصي الاحزاب، بل بالعكس باش يدعم عمل الاحزاب ويسهل عليها مستوى الاختيار نتاع الاشخاص اللي باش تقدم بهم للانتخابات. وقت الاخبار جاي مع مكرم سعيداني. مرحبا كيس. تفضل. في دقيقه رجعنا نسمعوا في 90 دقيقه من توا حتى الماضي ساعه ونص. توا باش نمشي والموضوع اخر اللي هو الولايات المتحده الامريكيه اللي وجهت دعوه رسميه للرئيس لقيس سعيد لزياره واشنطن شهر ديسمبر هذا حسب ما اكدته القائمه بالاعمال بالنيابه لسفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس البارح وقت لقاء اجمعها بوزير الشؤون الخارجيه. تعقيبكم مشي سوفيان. معناها شنو هو اجتماع؟ هو اجتماع ما بين رئيس الولايات المتحدة ومجموعة من قيادات القارة الإفريقية. معناها نتصور أنه كان صعيب في الظرف الحالي أنه يتم تجاهل تونس ورئيس التونسي من حضور هذه
هذه الاجتماعات لسببين على الأقل. السبب الأول هو العلاقات الثنائية اللي تحتاج إلى توضيح، وتوضيح على مستوى عالي وبصفة نهائية. بنعرفوا احنا في السياسة ما فيهاش حاجة نهائية، لكن على الأقل في مستقبل منظور. السبب الثاني لوجود الرئيس هو الوضع الجيوستراتيجي لتونس. ما تنساش أنه الولايات المتحدة عندها مشكلتين في ارتباطا بتونس. المشكلة الأولى اسمها الجزائر، والمشكلة الثانية اسمها ليبيا. والمشكلتين هذم يدخلوا في إطار أشمل شوية، وهي التطبيع مع إسرائيل. رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد ما هيش باش تكون زيارة سهلة ليه، لأنه سوف يجيب على تساؤلات دقيقة جدا. في نفس النهار البارح سوفيان كان استقبل زيد البارح قيس سعيد عثمان الجرندي، وأكد على سيادة تونس وعلى الرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي. أذاك الموقف الرسمي العلني. لكن فحوى اللقاء مع يعني كان تكاد أغزر معناها على مستوى الخطاب الرسمي العلني، طبيعي جدا أن يكون التزام بسيادة تونس وكذا. لكن نراو النقاشات، قلوا احنا مش المفاوضات ولا النقاشات بين قيادات الدول، خاصة وقت اللي تكون الاختلالات في موازين القوى كبيرة برشا. راهو ما عادش ان ما يقولوش بعضهم من فضلك هذه أمور سيادية، لا ما تصيرش هكاكا، يتدخلوا في دقائق الأمور، لأنه حتى تونس راهو تنجم تنقد الولايات المتحدة في بعض النقاط اللي تم سياستها الداخلية. العالم تبدل، ومنطق السيادة تبدل، ومفهوم السيادة تبدل، وبالتالي الكلامك اللي تقولوه للكونسوماسيون لوكال الواحد راهو ماهوش هكاك تصير. الواحد في قيس سعيد سوف يجيب على تساؤلات دقيقة، والأمريكان عندهم الإمكانيات، تعرفوا اللي عندهم باش يعرفوا دقائق الامور واللي باش يسالوا عليها، ويلزم تكون اجابات واضحه. دونك زياره رئيس الجمهوريه ما كانش ساعة. اولا ما كانش رئيس الجمهوريه دعوه، اولا ما كانش ممكن تصور انه يصير اجتماع بهذا الحجم والرئيس التونسي ما يكونش موجود. ثانيا انه زيارته باش تكون مجهدة بالنسبة ليه، لأنه باش يكون مجبر على تقديم توضيحات دقيقة في مجالات تهم الأمريكان وتهم التوانسة. زاد مهدي، شوف الاعتقاد أنه أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية معناها هي معناها يسوع المسيح واللي تهمها مصالح الشعوب والديمقراطية، راهو هذه كذبة كبرى. أمريكا دولة راعية لمصالحها بالأساس قبل أي مصالح أخرى. هذا ثابت. خلينا نتحطوا في حاجة، قيس سعيد عمل أخذ قراراته والمسار الجديد اللي اتخذه منذ 25 جويلية 2021. أنت سمعتش موقف أمريكي وقت؟ بالعكس، لا ما سمعناش موقف امريكا، بل الوقت اللي اعلن على اجنده وكذا امريكا ساندت هالاجنده هذه، ومعناها وابدت معناها على الاقل ما ابدتش رفضها للاجنده الى حدود صدور الدستور. وقت بدا يداول الناس والنقاشات حول الدستور، الولايات المتحده الامريكيه لم تعلن على اي موقف، ورغم انه الدستور موجود معناها والناس كل طلعت عليه. وقتاش صار ولات الولايات المتحده وزير الدفاع وزاره الخارجيه، وكما قال خليل رقيق مرفيت حتى وزير المراه ما زالت ما تكلمتش على الوضعيه في تونس وغيره. انا نقول لك بعد زياره تونس الى الجزائر، وبعد عوده العلاقات الطبيعيه بين تونس والجزائر، من وقتها بدينا نسمع في تصريحات المسؤولين الامريكيين وحديثهم على الديمقراطيه ومسانده الاصدقاء، واللي راي على فكره كلمه الاصدقاء مساندتهم هذه راي كلمه خطيره، لانه انا ما نعتبرهمش اصدقاء، نعتبرهم عملاء. اذا وصل وزير الدفاع يتحدث معناه انه سيساند اصدقاء تونس، وماذا بينا نعرف شكون هالاصدقاء تونس. خلينا بالقائم، من وقتها بعد زياره الرئيس التونسي للجزائر وعوده العلاقات
الى المجرى الطبيعي، وليت الولايات المتحده الامريكيه تتحدث على الوضع في تونس وكانها هي اكتشفته فجاه وانها معناها ولتحدث. لكن رغم انتقاداتها ورغم حديثها، موضوع الدستور حسب البيان اللي اصدرته معناها وزاره الخارجيه الامريكيه اصبح من امر واقع، معناها يعني هم يتحدثوا على الاصلاحات في المستقبل في ظل الدستور الجديد، يعني ما ثماش لانه الامريكيين يكونوا واضحين مع بعضنا. الولايات المتحده الامريكيه راهي تونس كدولة في حد ذاتها ولا مصالح الشعب التونسي والديمقراطية وذي كل ما تعنيهاش، عندها مصالح جيو استراتيجية سياسية هي تعنيها بالأساس، وخاصة الملف الليبي. التقارب التونسي مع الجزائر في موضوع الملف الليبي يقلق الأمريكان، يقلق أكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندها رؤيتها الخاصة اللي ما تتجاوبش معها الجزائر، وجزائر معروفة معناها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت المواقف تاع الدول العلنية واضحة، معروف أن الجزائر أقرب إلى الموقف الروسي الصيني منه إلى الموقف الأمريكي. لكن فما حاجة أخرى الناس كل ما ركزتش فيها، معناها ركزنا المكالمة الهاتفية اللي صارت بين الرئيس الفرنسي والرئيس قيس سعيد تزامنا وقتها مع تصريحات واللي زي معناها أصدرت بيان أعلنت فيه دعمها المطلق لتونس وإلى مسار 25 جويل. يعني راني من شخصنش المسار في شخص قيس سعيد، هو مطلب شعبي كامل. قيس سعيد التقط اللحظة فقط، ولكن مش هو اللي كان معناها المبادر العملي، هو مطالب شعبية واحتجاجات أفضت إلى القرارات هذه. الموقف الفرنسي انا نعتقد انه موقف وازن، وخلينا نكون واضحين في مستوى التعامل معناها الاقتصادي او السياسي او العسكري وغيره، وراه فرنسا اقوى في حضورها في مستوى تونس من الولايات المتحده الامريكيه. على فكره الاجابات يتحدث عليها سي سفيان، راهي الولايات المتحده الامريكيه منذ توا 6 أشهر وهي تلتقي بعديد الشخصيات الوطنيه من المعارضه والمساند، وخذت آرائهم وسمعتهم وعملت تقارير مرة واثنين، ونعطيك أكثر من هذا، عملت إحصائياتها الخاصة يعني حتى للستاتستيك والصبر الآراء اللي نسمعه في هذا الحديث. في الولايات المتحدة الأمريكية عندها هيكلة وعندها أساليبها الخاصة اللي عملت فيه الستاتستيك، ولقات أنه فما تجاوب كبير على المستوى الشعبي، برينا نقوله 60% على قليل باش ما نكبره، إلى القرارات اللي خذيها قيس سعيد في 2021. وهذاك علاش الأمريكان شوف يخليوك تفعل ما شئت، النهار اللي فما موازين تتقلب هما ما ياخذوا موقف لا معاه لا ضد. راه الحاجه الوحيده المره هذه اللي وليت بالعلن والطريقه هذه هو، خلينا نفكوا معناها نحطوا اسبوع على دي، هو الموقف التونسي الذي اصبح. وهو نعطيك دليل بعد التصريحات، مش فقط مكالمه الرئيس الفرنسي ماكرون، ونسيتوا الحوار نتاع الرئيس الجزائري اللي زاد دعم فيه قيس سعيد وقررت قيس سعيد وكذا، الحوار اللي صار مؤخرا واللي معناها دولته وعديد الصحف، يعني وليت العركة واضحة، لا هي مسألة الديمقراطية في تونس أو حماية الإخوان المسلمين فهمني غيره، إن ما هم معناها أغزر الولايات المتحدة أن راو هذه من البديهيات. أي واضح أنه ما يهمهاش في مصالح يعني الشعوب، يعني الإجابة دقيقة أنا ردا على سيسوين دقيقة برك، أنا ما قطعتك دقيقة برك، ردا على كلام كنت أنه مش يجاوب إجابات دقيقة فيما يخص الديمقراطية في تونس. أي بيان سور، لا ما قلتش ديمقراطية، لا أنت قلت ديمقراطية، حاول أنا قلت لك مش يجاوب إجابات دقيقة حول تساؤلات دقيقة اللي هي العلاقة بالجزائر وروسيا. ما نعرفش أنت حكيت على الديمقراطية وهذا مش أنا حكيت، هما تحدثوا في بياناتهم. أنا أقول لك الأمريكان يهمهم في مصلحتهم، يعطيك صح، ومصلحتهم مع شكون؟ هم مصلحتهم مع الأنظمة القائمة في كل الحالات، لسبب بسيط، لأنه الأنظمة القائمة هي اللي عندها أوراق اللعبة بين يديها، وهي اللي قادرة على تقديم تنازلات اللي طالبوا بها الأمريكان في كل مرحلة. هذا بسيط، وهذا ما يعني أنه هما خلينا نكمل سفير عادل مقرر. تفضل. هو أنا مسين، احنا متفقين في المبدأ العام أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما يعنيها بالأساس هو مصالحها وليس مصالح الشعوب فقط. شنية إذا تو فهمتك، الإجابات ستكون في مواقف تونس من في التطمينات اللي قادر النظام القائم في تونس يعطيها أنه يعطيها للولايات فيما يتعلق بمصالحها الاستراتيجية. من جهة أخرى راو أنا منيش متفق برشا أنه الإعانات الأمريكية أقل من الإعانات الفرنسية في بعض القطاعات الهامة جدا. هذا مش صحيح، خاصة
في القطاع الهام والحيوي اللي هو قطاع الجيش والدفاع الوطني. في الدفاع الوطني التقديرات أن الولايات المتحدة تعطي في دعم لتونس في حدود 100 مليون دولار. أنا سي صوفيا ما تحدثتش على الدعم، على التعاملات الاقتصادية. لا مثال مثال الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالأساس. أنا نحكي لك شنية أهمية أما العمل العسكري والدعم العسكري نحن الولايات المتحدة. شوف أسألك، الولايات المتحدة رأي الدعم تعطي فيه لتونس لا يمثل واحد بالألف من الدعم تاخذ في مصر مثلا. مثالش ماناش في المقارنات، ماناش في المقارنات، لكن لولا الدعم هذاك ما نعملوا به شيء. الدعم العسكري في تونس نحن يهمنا الدعم الاقتصادي، الدعم الاجتماعي. يا اخي تو سامحني راهو كلاونا الارهابيين. لا 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 مش نعطيك حاجه للتنسيق هذاك لانه من مصالح مش كان فقط الولايات المتحده الامريكيه تلتصق مع تونس، راهو حتى الدفاع وزاره الدفاع الفرنسيه والجزائريه وغيره، لانه مصلحه ما تهم جميع الدول معناها، وخاصه ما تنساش انه تونس تمثل الحدود الجنوبيه لاوروبا، واقرب نقطه في الحدود الجنوبيه لاوروبا هي تونس، يعني تمثل امن قوي. ومع ذلك يعني المساعدات العسكرية الأمريكية هي الأكبر حجما. لكن أنا كي تحدثت على علاقتنا بفرنسا والاتحاد الأوروبي تحدثت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدعم الاقتصادي والاجتماعي اللي قاعدين تحصلوا عليه الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، لأنه علاقاتنا معاهم الاقتصادي والاجتماعي أقوى بكثير من علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كي تقول المصالح الاقتصادية للدولة التونسية والمصالح حتى العسكرية، رانا عدنا تعاون بروتوكولات اتفاقية تعاون مع فرنسا وغيره كذا، راهو تولي فرنسا دولة وازنة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. علاقات الولايات المتحدة الأمريكية في شمال أفريقيا خاصة مع المغرب ومصر أكثر منه تونس. دونك نحن وقت نتحدث على مواقف دول، أنا ما قلتش في منطقة أنه ما يهمنيش الولايات المتحدة الأمريكية ولا هذا معناه من الغباء، وأصلا تونس هي راهي عضو غير معناه هي شاركت في اجتماعات الناتو واللي صارت وشاركت حتى في المناورات العسكرية للناتو، يعني ما نش من ثميش هي عضو، هي عضو عنده غير قائل أي معناها غير قائل في الناتو. ثم أنه الوصول السادس الأمريكي ما تنساش أنه أعمال الصيانة يعملها في في مازن بورقيبة. واضح انا مانيش مسميها التوز امريكا، لكن زادة ما نعملوش امال الولايات المتحدة الامريكية وانها فزاعة ومواقفها ملزمة للدولة التونسية وغيرها. ثم المناورة الدبلوماسية اللي تسمح لتونس بالموازنة بين المواقف. مهدي يعطيكم الصحة، نخرجوا فاصل ونرجعوا للزابينج. راجعين نسمعوا في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص. نذكر ضيفي بعد عميد المحامين إبراهيم بودربيلة متوا باش نحكيه على في تعليق على أخبار بخصوص الاقتصاد التونسي اللي سجل نسبة 2.8% في الثلاثي الثاني من سنة 2022 مقارنة بنفس الفترة عام ناول حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. خرج الأخبار هذية، علق يعني علق عز الدين سعيدين اليوم في برنامج سات نف على إيافام، وقال إنه نسبة النمو مسجلة في الثلاثي الثاني من عام 2022 لا تعكس انتعاشة ولو طفيفة للاقتصاد التونسي. نسمعوا التسجيل. المعهد الوطني للإحصاء قال أن الاقتصاد التونسي نما ب 2.8% بالانزلاق السنوي، معناها 12 شهر، راهو من 1 جويلية 2021 حتى 30 جوان 2022 12 شهر النمو كان 2.8%. النمو في الثلاثي الثاني لسنة 22 مقارنة بالثلاثي الأول كان سلبي إلا 1%، يعني الناتج داخل إجمالي تقلص، نقص اقتصادنا، نقص 1% في ثلاثي واحد. شنو عملنا في الثلاثي الأول من هذه السنة؟ عملنا 0.7 مقارنة بنهاية السنة الفارطة. معنى ذلك أن بالنسبة للستة أشهر الأولى هذه السنة النمو سلبي. رأيك مهدي؟ ما أشوف سي عز الدين سعيدين معناها منذ دأبة منذ عشرات سنين على نفس الموضوع، ديما معناها النظرة التشاؤمية للاقتصاد وديما كل شيء سلبي. لكن هذم أرقام مهدي، والأرقام زادة تحدث عليها الدولة ما تحدث على أرقام وهي تغالط في الناس وتعرف لأنه فهم مراقب. شوف الأكيد أنه ما نجموش نتحدث على طفرة اقتصادية وانتعاش اقتصادي، هذه حاجة مستحيلة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي مش في تونس فقط. احنا خارجين من أزمة كورونا اللي مازالت اليوم متواصلة، حرب عالمية معناها معناها وفما معناها معناها استنزاف كبير الاقتصاد، معناها الاتحاد الأوروبي مش حتى تونس فقط، وإحنا باعتبارنا مرتبطين بالأسواق الأوروبية ارتباط كبير، أكيد معناها تبعات الانهيار الاقتصادي في أوروبا باش يكون على تونس. علينا أكيد. لكن ما يمنعش وأنه في الوضع اللي تعيشه تونس
مع انه ما تنساش لو تونس اللي عندها موارد طبيعيه باش تغطي بها العجز لغيره وكذا، ومع الظروف اللي مرينا بها الانهيار الاقتصادي عشان 10 سنوات، يعتبر انه كي نعمل 2.8% انا ما نعتبروش نجاح اقتصادي، لكن نعتبر فيه جرعه امل للمستقبل. علاش؟ لانه بفضل زاده سياسه حكيمه من البنك المركزي، لو خلينا نتحدث منعنا من الكراش معناها من الانهيار الاقتصادي على مرتين. اليوم شو يقول؟ يقولوا انه انك تبقى في وضعيه الاستقرار افضل من انك تدخل في وضعيه الانهيار. اليوم التونسي كي يقرا خبر كيما هكا نسبه نمو 2.8 شنو باش يفهم؟ التونسي ما في كل حالات الارقام ونسب ما تعني له حتى شيء، راهو التونسي يعيش في السوق هذه، راهو للاسواق الماليه، الارقام هذه كي تخرج تتعطى راهي للاسواق المعامله للمعاملات الماليه، ماهيش تتعطى للشعب التونسي بصفه عام. الشعب التونسي معناه لا تهمه الارقام لحتى شيء، هو يهمه انه يعيش واقع ملموس، يشوف لازم يشوف رخص في الاسعار، لازم يشوف معناها فما سيوله ماليه قاعده موجوده غيره، مش مشكلته هذه، الارقام هذه تعطى للاستهلاك الاسواق الماليه. الحاجه البيه اللي حبيت نقولها الان انه راهو من المنطقي باش يكون فما ولو تحرك تزحزح معناها حتى خفيف في اتجاه الايجابي للاقتصاد التونسي. علاش؟ لانه عوده السياحه ولو ماهيش عوده كبيره وغيره لكن موجوده فما شويه مداخيل، عوده الصادرات في القطاع الطاقه في حد ذاته ينعش الميزانيه. اكثر من هذا معناها فما حتى لك بعد سنتين من معناها الانكماش الاقتصادي وخاصه الانتاج على مستوى الصناعات المعمليه، اليوم ورجعنا شويه للتصدير وغيره، يعني اكيد باش يكون فما تحسن طفيف جدا. انا التحسن حديته ما نحكيش على ارقام، اللي يهمني انا انه على الاقل مانيش ماشيين في الانحدار وقت اللي تو في الوضع اللي احنا انت تحدثت على السياحه ديجا تو ثم يعني بيان نتاع وزاره السياحه تقول انه بفضل ارتفاع القيمه المضافه في قطاع النزل والمطاعم الاقتصاد التونسي ينمو بنسبه 2.8% في التونس. اكيد كنت نتحدث فيه شوف لانه فما اي هذا يون مارك لا ريكوبيراسيون الادسو مش صحيح. الاقتصاد التونسي مناش ب 2.8%، الاقتصاد التونسي النمو نتاعو سلبي. راهو لي ستاتستيك نقراوهم كيما نحب. نجمو نقراوهم. شنو معناها؟ ال 2.8% نمو اللي نحكيو عليهم هي راي من 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 جويليا 21 إلى الجوان 22. شنو معناها؟ معناها احنا من جويليا الديسمبر شنو هو النمو اللي كان في البلاد؟ يا اخي مش البلاد كانت واقفه، سامحوني تو انا كنت تحكي معاك كنت كالتفاصيل هذه سامحني، مش البلاد ستادير احنا نجيو الوضعيه بلوكي خاطر عمني والفسيف كنا نعيشوا في ازمه صحيه كورونا في كل شيء وازمه سياسيه وكل شيء ازمه على المستويات الكل، اوتوماتيكمون البلاد وقفت كاريمون. نجيو توا نقولوا انه رانا عملنا 2.8% على الوضعيه اللي وقفت، معناها سني با سيريو. اما اول شنو هو السيريو؟ سيريو هو انه عملنا بالنسبه للكاتريم بالنسبه للتريمستر الاول تاع العام هذايا رانا عملنا تراجع في النمو بنسبه 0.7 قريب ال 1%، وفي التريمستر الثانيه نتاع العام هذايا عملنا تراجع ب 1% على التريمستر الاولى. هذه هي الارقام الحقيقيه. كنزيدوها الرقم اخر اللي هو رقم التضخم لشهر جويليا اللي ارتفع الى نسبة 8.2% وهي نسبة معناها منقصين منها برشا لانه طريقة الحساب طريقة قديمة يلزم تتعاود تتراجع، لكن النسبة الحقيقية متاع التضخم والتوانسة يحسوه هذا اللي يحسوه انها نسبة ادو شيفر بزوز ارقام فوق 10% في كل الحالات. دونك هذا هو الوضع، مش معناها انا فرحان بيه اما مادامنا ما اقريناش بصعوبته وبلوان معناها الكلام متاع وزارة السياحة كلام يقلق لانه متاع عباد ما عينهاش باش تصلح.
عينها باش عينها باش تعطي انطباع انه الامور باهيه. مش إن انا نقول لك ماهوش حكايه مش حكايه نحلوا المشكل باللحظه بليس اول شيء اول شيء اول شيء ما قصيتش عليك لانه خليت كلمه بعدك وكذا ويزي من الله باش نجموا نحلوا المشكله يلزم نقروا بالواقع والواقع صعيب وخايب مش صعيب خايب مهدي السي سفيان معناها راهو نحب كلامي لو كان لاحظنا شنو تحدث انا ما قلتش رانا عملنا طفره اقتصاديه كبيره كلام وزاره السياحه راهو مش مبني على حديث راهو عندهم مقاييس يعتمدوها معناها باش يشوفوا الوضعيه الاقتصاديه في تونس ويخرجوا بها الارقام ماهيش ناس تعمل في اعتبار ثم انه راهو الارقام هذه كما قلت لك ماهيش للاستهلاك الداخلي هي راهي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي داخل معاهم مفاوضات عنده الارقام الصحيحه ما نتصورش في غلطهم وللاسواق الماليه انا كي تحدثت لكن سفيان تحدث على طريقه قال لك سياسه اقتصاديه متاع 10 سنوات من الخراب ونعاود نقول 10 سنوات من الخراب والانهيار الاقتصادي وانتشار ومعناه واستفحال السوق الاقتصاديه الموازيه على حساب السوق الاقتصاديه الوطنيه وغيره وغيره ومن الاستيراد ومعناها العشوائي للسلع اللي تصلح واللي ما تصلحش راهو اليوم وقت نتحدثوا على انه قاعدين نعملوا في مجهود باش انه السياسه الاقتصاديه نتاع البلاد ما تنهارش، راهو كان باش تحثوا بالمنطق نتاع البلاد واقفه، نحن اليوم نتحثوا رانا في المنطق نتاع الا 10% نمو، والا 15% نمو، مش تحثوا على 2.8 ولا الا 0.7، بالمنطق لو ما ثماش مجهود قاعد يبذل لمنع الانهيار الاقتصادي، اليوم بعد الحيثيات اللي عشناها 19 سنوات، والحيثيات اللي عشناها في السوداسي الثاني من 2021، اليوم تونس نورمالمون تدخل في مرحله الفلاس. لكن انا حبيت نقول لاني انا خلاف السي عز الدين سعيدان اللي ديما نظرته تشاؤميه منذ سنوات على فكره لم يتغير خطاب حبيت نعطي نظره امل للمستقبل شو نقول؟ قلت راهو تونس صحيح تعيش وضعيه اقتصاديه كارثيه او باش نكون مصطلح لكن ماهوش راهو نتيجه سنوات متعاقبه من اليوم بالارقام اللي نشوف فيها هذه راهو فما نسبه امل انه الحمد لله على القليل كي وقفنا نزيف الانهيار الاقتصادي اللي كان قوي خاصه في سنه 2020 و21 في السويس الاول بعد الكورونا اليوم وقفنا النزيف تاع الانهيار توا نجموا نتحدثوا على البناء للقدام معناها نجموا نتحدثوا على ارقام تطلع ما عادش نتحدثوا على ارقام تطيح هذا فقط اللي حبيت نقول مهدي نمشيو لموضوع اخر باش نسمعوا تصريح رئيس جمعيه القضاه اليوم في اذاعه موزايك تحدث وقال على الاجراءات اللي بخصوص بلاغ وزاره العدل وقال انه الوزاره تتحدث على اجراءات تتبعات جزائيه يعني مازالت تبحث على الملفات نسمعوا التصريح ونرجو بلاغ هذا صار من حيث الشكل يصدر مساء يوم احد الصياغه وكان يقرا فيها سي حسان تويكا صياغه فيها عديد الأخطاء ثم نقطة أخرى تتحدث مش على تتبعات جزائية يتحدث على إجراءات تتبعات جزائية وهذا يعني أن وزارة العدل الآن تبحث على ملفات هي في إجراءات لتتبعات جزائية وهذا ثابت لأنه احنا قلناه من الأول الإعفاءات انبنت على شكايات واهية على إعلامات وتقارير سرية يتزامن معاه ثم بلاغ رجع على تنسيقية يعني تنسيقية نتاع الهياكل القضائية اللي ندت باللي صار ووضحت انه مبدأ نفاذ الأحكام وحجتها يسري على كل الأحكام دون استثناء كما استنكرت توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكومين لفائدتهم بتوقيف التنفيذ كما ندت بتوجه الوزارة المفضوح حسب نص البيان نحو التملص من تنفيذ الأحكام هذه تعليقكم ماشي أنا راني مش بندخل في الذي لأنه صراع بين الدولة والسلطة وبين المؤسسة القضائية وما وعنيها ولا مش جديد أنه الحكام في المحكمة الإدارية لا تنفذ غيره لكن أنا فما حاجة نحب نعلق عليها في الموضوع هذا الفيديو اللي دار متاع القضاة الذين معناها يرقصون على الملأ في معناها في حفلة ولا مش عارف شنو هذه بالطريقة هذيك بالأسلوب هذيك هذا وحده ينقذ هيبة القضاء لدى المواطن التونسي إذا قضاة معناها اللي هما راهو سلك الخاصة راهو الغالب عندها نواميسها الخاصة وعندها حياتها الخاصة ما يزمهاش معناها ما تنجمش تكون كأي مواطن تونسي معناها إذا القاضي أنا اليوم نشوفه يشطح بالطريقة هذيك في حفلة خاصة ولا في غيره هل ترى شنو قدرته أنه يفرض غدوة قرار أو يحكم على مواطن
ها وغدوه يشدوه مثلا في حال سكر يرقص في الطريق العام يقولوا له هرج وتشويش الطريق العام يعني صحيح. اما 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 بربي انا نحب نتسائل توا القضاة ما هم توانسه ولا لكن عندهم هيبتهم سنين عندهم هيبتهم هذم تلموا في نادي متاحهم شطحوا على غنايات تونسية توانسة ما بين بعضهم مسكرين على رواحهم يصحوا على غنايات تونسية يا اخي شنو لانهم قضاة نطلبوا من وزارة العدل انها تعمل تعمل ابيل دوفر باش ملحنين يلحنوا مجلة الإجراءات الجزائية باش قضاة ينجموا يصحوا عليهم سوني با سيريو سوني با سيريو إذا أنا واحدة إذا أنايا دوكس واحدة اللي يشطح ويحكي كما باقه غدو يحكم مازال عنده هيبة القاضي يشطح ما نشوفه يشطح على الجمهورية هبط يشطح في دار ويخرج فيديو القاضي يشطح نحن مواطنين يشدوهم في الشارع يشطحوا يهزوهم على الهرس القاضي يشطح في كلوب وحنا وان بلوس ماهيش قضيه هذا يتوحد قلت لك عليها الوقت وزاره العدل انه تلحن لهم مجله الاجراءات الجزائيه انتهى الموضوع ثانيا نحبوا ولا نكرهوا نحبوا ولا نكرهوا لانه الموضوع سياسي من بدايته سياسي في قضيه القضاه من الجانب السياسي القضاة ربحوا الدولة ربحوا قيس سعيد وربحوا وزيرة العدل ما فماش إرادة سياسية اليوم لتنفيذ الأحكام ما فماش ما فماش ولأنهم تورطوا مع المحكمة الإدارية لأنه ما نعرفش أنا ويلزم الخبراء يقولونا هل المحكمة الإدارية بنص المرسوم 117 ممكن لها انها تبت في الملفات هذيك ولا ما نعرفش يلزم المختصين يقولوا لكن الاكيد انه كي قبلوا انه المحكمة الادارية تصدر احكامها تورطوا معه لانه سيء كسرت المحكمة الادارية المرسوم 117 مشاو يلوجوا على الرافيستولاج في المرسوم 30 لسنة 22 يعطيك الصحة سوفيان جي وقت الميتيو مع جيهان اما اكيد دونك الاكيد ان القضاة ربحوا قيس سعيد وربحوا وزيرة العدل ضيفي بعد شوية هو عميد المحامين ابراهيم بودر بلا متوى نخليكم مع الميتيو مع جيهان وبعدها الاخبار مع مكرم سعيداني